كنت بوصل حتى بالله ده اشوف وجد يعني خلفيه عندي في النواحي البدنيه وصل ايه. كان المعسكر 6 ايام، انا شايف ان ختام المعسكر كان ختام كويس ان انا اعمله لقاء، ولقاء زي ده فدي حاجه كويسه طبعا يعني طبعا وبالتاكيد. وعايز اقول لك على حاجه، ممكن يمثلهم في التشكيل اللي هيبدا المباراه 6 عشان خاطرك ها ها مش اقل من 60% نسبه كبيره طبعا. طب لو قلت لك يعني وفائده المباراه لما تيجي تحسبها ان انا عندي برضو ما بين ال 40% يكونوا من التشكيل اللي لعب، يعني لو عندي يعني تقريبا لو تعرفيها يبقى ممكن يبقى عندي 5 عناصر من اللي شاركوا في ماتش كينيا دول و6 عناصر من المحترفين هو التشكيل. لا انا بص، ما انا ما عنديش، خلينا اكون صريح، انا ما عنديش سلبيات ان انا احكم على اللعيبه دلوقتي وان فتره اعداد للعيبه واللعيبه لسه طالعه من فتره اعداد والكلام ده كله، ما عنديش سلبيات. انا عندي ايجابيات. الايجابيات الفنيه ان انا عندي لعيبه اطمنت عليها، الايجابيات ان انا عندي لعيبه بدات تاخد ذاكره الثاني، ذاكره التهديف ما كانتش موجوده. عندي وانت هجومي بطبيعتك. لا عندي الحاجه الثالثه ان انا عندي بعض اللعيبه اللي كنت عايز اطمن عليها فدول اللي موجودين. طيب انا كفايه ان منتخب مصر وعد اللي انا وعدته ان اول مباراه العبها في مصر العبها في استاد اسوان، والكلام ده كان مع سياده المحافظ سياده الوزير سيد عبد العزيز وسياده المحافظ، اتعملت بجماهير، واول مره استاد اسوان يبقى فيه 10,000 متفرج، ده ساعتها سواء اجانب سواء مصريين، وتخرج المباراه بنفس الشكل ده، بندي رساله للعالم كله. شوقي غريب بشكرك. واي مباراه جايه باذن الله هتطلب مني ان انا في اي استاد افتحه، زي ما سياده الوزير قال شرف لمنتخب مصر ان يعمل العمل ده في مصر. والحاجه الثانيه احنا بنلاقي كل رعايه وكل حب وكل حاجه في الخارج لما نبقى في المعسكرات دي من الناس كلها المسؤوله.